صلى الله على آيك وعلى بضعتك الزهراء مكسورة الضلع والخاطر مجهولة القبر والقدر يا ليتنا نثبت على نهجكم فنفوز فوزا عظيما. مصارعكم مصارعكم شتى وشتى قبوركم ورزقكم منه الفؤاد تصدعا يا وأعظم رزق حل بالطهر فاطم له الكون من عظم المصاب تزعزعا يا وأعظم منه رزق سبط محمد غدا يا تبناد الطف نادى فأسمعا لئن كسروا ضلعا من الطهر فاطم فصدر حسين بالخيول تبضى الليلة الأولى أيها الأحبة، ليلة أولى مدخل مبارك للنورانية إن شاء الله. وإن أثر المسمار في جنب جسمها فجسم حسين بالسيوف توزعا. صلى الله على الإمام الصادق الذي يقول الطعنة على الطاعنة والرنة على الرنة كيف لا ولم يحمل إلا بحصيرة أين
المنادي وحسينا لئن أثر المسمار في جنب جسمها. اقرأ وياي: فجسم حسين بالسيوف توزع 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 يا وإن أسقطوا طفلا من الطهر محسنا فذبح رضيع بين يدي الحسين. أي المصيبة ما صايرة يا إخوان، لم نسمع من قبل ولا من بعد أن طفلا يذبح بحجر أبيه ووالده ينظر إلى عينيه ترفرفان كأنه يتذوق الماء. ما صاير هاي أيها الأحبة؟ فذبح رضيع ذاك أمضى وأفجع 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 يا وإن أحرقوا أحرقوا بالنار 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 باب فاطم. أليست الروايات تقول أن بابها قد احترق؟ ها، أليس كذلك؟ خلينا نشوف شنو اللي صار بكربلاء. فقيد أحرقوا أخيام زينب إذا فاطم تلوذ بسدة الباب 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 زينب لاذت بدخان الأطناب. يا بيابة يا بيابة يا صاحب الزمان، أيام حزن هاي الأيام، ماكو قلب ما مجروح، ماكو قلب ما مقروح هاي الأيام. يا أبا صالح مد إيدك على رؤوسنا، قلوبنا قلوبنا والله. وإذا تشايان الزكية تصيح يا ياب يا ياب يا ياب يا ياب زينب من تصيح بصوت تنصاب. وإذا تشايان الزكية تصيح زينب ظل اخوها وصدرة رضرة. وذات كان الزكية على يمها على يمها يمها زينب لا ابو لا يا 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 ولا مه إنا لله. وإنا إليه راجعون 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 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين، رحم الله المتقين وجعلنا منهم.
قال إمامنا الصادق عليه السلام: ولقد سميت أمنا الزهراء بالزهراء لأنها كانت تزهر لأهل السماء كما تزهر النجوم لأهل الأرض. صلى الله على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعلى المخلصين من محبيها، وأفلح والله من صلى على محمد وآل محمد. الله يبارك فيكم. قبل أن نبدأ المجلس قيام وتقدموا إلى الأمام، هذا خط فتقدموا عليه حتى الإخوان يجدون مكانا بالصلاة على محمد وآل محمد. لماذا يحتاج الإنسان إلى الزهراء عليها السلام رغم كل هذا التحضر والتمدن والتطور والمعرفة والمعلومات وتراكم الخبرات وتميز كثيرا من الأمور خيرها من شرها؟ ليش يبقى الاحتياج إلى الزهراء مستمرا أيها الأحب؟ لماذا؟ هذا واحد من الأسئلة المهمة أيها الأحب على المستوى الفردي أكثر مما هو على المستوى الاجتماعي أيها الأحب، حتى لا تتحول علاقتنا بالزهراء إلى علاقة أخروية أيها الأعزاء. شلون يعني علاقة أخروية؟ يعني علاقة يضمن الإنسان بها نجاته يوم القيامة فقط، دون أن يحصل بها نجاحه في الدنيا أيها الأحبة. يعني يبقى علاقته بأهله مو تمام، علاقته بنفسه مو تمام، علاقته بمجتمعه مو تمام، يقول والله أنا عندي الزهراء تلتقط محبيها يوم القيامة. أكو مستوى من الناس قد يعني هذا هو الذي ينبغي، بس المفروض أنت إذا كنت ممن تفكر بمستوى آخر هذا لا يرضي الإنسان أيها الأحبة، لأنه لا يرضي من؟ لا يرضي الزهراء عليها السلام. هناك عبارة جميلة وردت عن النبي محمد، يقول بها النبي: عش في الدنيا لا للدنيا، وعش للآخرة لا في الآخرة. هذا قانون رائع أيها الأحبة، يجمع بين الدنيا والدين، يعني خلي الإنسان منظم أيها الأحبة، هادف في حياتي. الزهراء عليها السلام كذلك بالضبط أيها الأحبة: عش بها لا فيها. يحاول الإنسان يجعلها محطة عظيمة يتزود منها مغيرا ومطورا ومنورا ومؤثرا أيها الأحبة. الليلة إذا إلك خلق، وإن شاء الله إلكم خلق جميعا، الليلة مر مرور الكرام على ألقاب وكنى الزهراء عليها السلام،
وينفعك في ذلك الزهراء الأسرار الفاطمية للشيخ المسعودي. خوش كتاب هذا، يعني استعرض ألقابها. مرات واحد يقول شنو فائدة أن الزهراء عندها 160 لقب أو اسم؟ شنو الفائدة؟ إذا على مستوى الفضائل فالأمر متحقق، يعني فضائلها أن أسماءها عديدة. شوفوا ركزوا وياي الآن، مثلا هذا المنبر الإقبالي بفضائل وبفواضل. الفضائل لونه، شكله، بريقه، جماليته، اسمه فضائل، يعني ينتفع الإنسان بها عندما ينظر إليها. أما فواضله، فواضله يرتقي الخطيب عليه، يؤدي الرادود عليه. شوف انتقلت، خرجت منه إلمن إلى الإنسان. الزهراء لديها فضائل ذاتية وفواضل غيرية أيها الأحبة. فضائلها أن لها أسماء عديدة، ولكن للأسماء العديدة شنو؟ فواضل أيها العزيز. من المسؤول عن الفضائل؟ من؟ الله، الله، الله. زين، من المسؤول عن الفواضل؟ منه؟ أنت، أنت وأنا. يعني هل الزهراء، هل الزهراء فضائلها، ركز وياي هذا السؤال قد يكون محرج، هل الزهراء فضائلها أنقذت من كسروا ضلعها؟ جاوبني، أنقذت؟ لا، ما استفادوا منها. لماذا؟ لأنهم ما حولوا الفضائل إلمن إلى فواضل يستفيدون منها، يتعلمون منها، يأخذونها، يشرقون بها، فيرون طريقهم. يا ابن العم، يا ابن الكرام، إذا كانوا لم يروها فكيف يرون بها؟ هم إذا أساساً ما شايفين الزهراء، يعني تساوت عندهم الزهراء مع ماذا؟ مع حفنة دنانير أو مدحاً وثناء أو كرسياً بالٍ. إذا الإنسان ما يراها بالفضائل، ما يراها بيش؟ بالفواضل. وإذا ما رآها بالفواضل كأن لم يستفد من من الفضائل أيها العزيز. لذلك القرآن الكريم والدين والله لازم ترفع عنهم هاي المظلومية، أنه مو عندكم تقولون الدين عظيم ويؤدي كل الأمور. نعم عظيم فضائليا، لكن معظم شنو؟ فواضليا. الدين عظيم ولا عظيم، بس عندي معظم أم لا أيها الأحب؟ ناقشني بالمعظم لا بالعظيم. دينك عظيم، 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 بس قد يكون عندي مو عظيم، مو معظم. أزمات ومشاكل وطلايب وأزمات نفسية، رغم أن الدين فيه كل شيء أيها الأعزاء، فيه من الحلول ما فيه أيها الأوداء. لذلك أيها الأحبة، لماذا نحتاج إلى الزهراء رغم تطور كل شيء في هذا الزمان؟ كل شيء الآن، وهذا الذي يقع به كثير من أبنائنا وشبابنا. أوه بعدك تحضر مجالس؟ أي والله، أوه والله قديم بابا، احنا بزمان الآيفون وراح يجي مدري الآيفون، وانت بعدك تحضر مجالس؟ بعدك انت بالحسينية تصلي وتحضر مجالس وتسمع مجالس الزهراء؟ اي قديم انت اخواني. انا وانتو هسه بال 2020، واحدة من تحديات 2020 أن الإنسان يبقى قديم بهذا المعنى. أعيدها إليك مرة ثانية، أنا موجود وأنت موجود، 2021 تجي وشوف باقي أنت لو ما باقي. كنا في 2015-16 أزمات داعش وما يمر بالبلد من أزمات، الناس مشلبة بصاية الإمام الحجة. الآن عندما انفرج الأمر، يا إمام حجة، يا دين، يا كثير من الأمور التي سحقت عليها الناس بأقدامها أيها الأحب، أيها الأعزاء. لذلك هذا واحد من الأمور التي وقع بها كثير من شبابنا. شقد عمرك مثلا؟ عمري والله 19 عام. بالسبعين، من يصير عمرك 70، 19، 20، 21، 30، 40، 50، 60، 70، صلاتك اللي كنت تصليها بال2019
بعد نفس البريق فيها أم قلل معانها؟ ألا يقول الأمير لكل جديد بهجة؟ نعم لكل جديد، مثل ما هذه الساعة جديدة إلها بهجة، الصلاة هم تصير إلها بهجة وتنتهي ولا؟ هذا تحد نعيشه كلما تقادمت أيامنا، وأنا أخشى أن يصل زمان يموت الآباء ولا يورثون أبناءهم لمعان الدين، لأن الدين بعيونهم يصير عادي، مسألة طبيعية، مسألة طبيعية، ماكو مشكلة. مشكلة كبيرة أيها الأحبة عندما لا يورث الآباء الزهراء بالمعنى الحقيقي لأبنائهم، فتصير عبارة عن شيء يرون يومهم ناقصا إذا ما مروا بها، وقلبهم فارغا إذا ما نبض لها، وطريقهم موحش إذا ما تنور بها، ودينهم لا دين إذا ما تزين بها. أيها الأحب، جرد 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 جرد، هو هذا لسان حال الزمان. أيها الأحب، قف مع من تريد، صاحب من تريد، شنو هذا؟ امشي مع من تريد، سولف مع من تريد، اعتقد ما تريد، اقرأ لمن تريد، اعتقد بمن تريد، اعتنق من تريد، اقتدي بمن تريد. هذا شو يسمونه زمان؟ شنو؟ زمان التجريد أيها الأعزاء. فيبقى الإنسان يصل إلى مرحلة لا يرى فرقا بين الحق والباطل، كل هالشيء طبيعي، يعني كلها أمور عادية، كلها أمور عادية. أتذكر في سنة من السنوات أول ما سقط النظام، يعني هذه ليست قصة خرافية أيها الأحبة، نزلت قصة بالحبوبي، كنا في حينها بعدنا شباب وندور كتب، فنزلت قصة اسمها الخواتم الثلاث، الخواتم الثلاث. وأنا أتذكر لحد الآن وما حد مسولف لي، احنا عبرنا على جسر الهولندي، انا كنت مصاب وعبرنا على جسر الهولندي، يعرفون بعض الشباب، ووجدنا القوات الامريكيه وزعون كتب بالعربي، لحد الان اتذكر، في حينها كنا مجموعه من الشباب، ما شاء الله، شوف شوف التطور، شوف شلون يحبون القراءه ويريد يطورون. ايها الاعزاء، مرت السنون والايام، يعني جتنا مفاهيم الحرب الناعمه والحرب الثقافيه، عرفنا انه هاي الناس ما فقط تقتلك ببندقيتها، إن أعظم قتل يعظم الإنسان أن يقتل بالبندقية، ولكن أخطر قتل أن يقتل بيش؟ بالكلمة، بالثقافة، بالكتاب. أيها الأعزاء، أيها الأودة، في مرة من المرات أنا ما أحتاج يعني لسان حال هذا، إحنا في بعض الأحيان ما نحتاج إن قتلك، لا، نصنع أدوات تقتل. أبرياء، ماذا فعلنا؟ إحنا ما سوينا شيء، إحنا نحاول نخلق هذه الأدوات، هذا لسان الحال. لذلك أيها الأحبة، دخلت هذه القصة الخواتم الثلاث، أنه أكو ملك، الملك عنده ثلاثة خواتم، وصل الموت، خاتم أجمل من خاتم، فنطأ أبناء الثلاثة كل واحد خاتم، فصار بيناتهم نزاع، أبو الخاتم الأجمل فرح أبو الخاتم الأدنى. المهم فجمعهم قال لهم هاي الخواتم الثلاث أو الخواتيم الثلاث، هاي الخواتم الثلاث رمزية، وبالنهاية كلكم شو تصيرون؟ ملوك، الكبير يحكم، يموت، يجي الوسط يحكم. و أطلق هاي العبارة في هذا الكتاب، في القصة، كل الطرق تؤدي لمن؟ إلى روما، أنتوا تحكمون تحكمون، ما يحتاج. فيتحدثون في نهاية القصة عن الأديان،
أنه هي كل الطرق تودي إلى الله سبحانه وتعالى. بعد أن تصير مسيحي حياك الله أهلا ومرحبا، صير يهودي حبيبي أنت عزيزي، صير مسلم، كلها وين تودي؟ إلى الله سبحانه وتعالى. صحيح هاي الفكرة من الناحية الظاهرية مسالمة ولطيفة وبها شوية إخاء، لكن من تغوص بأعماقها تلقى بس أنا لأطبقها، هو ما يطبقها أيها العزيز. هو هذا المسيحي من تلقى واحد صاير مسلم تنقلب الدنيا. أكو صفحة بالفيسبوك اسمها أبونا الله أو أبونا الرب، صفحة مصرية، يلطمون لما يسمعون أن واحد متحول من الدين المسيحي إلى الدين المسلم، خطفوه غرروا به هددوه، لكن من ناحيتنا لازم نسكت. إذن لماذا يحتاج الإنسان أيها الأحبة بعد مرور هذا الزمان إلى الزهراء عليها السلام؟ هو معنى الزهراء اللي ذكرتها هاي الرواية به ثلاث معاني، احنا نحاول نتطرق إلى معنيين في هذه الليلة إذا بقي الوقت، ونكمل في الليلة القادمة. أولا الزهراء شوي بالمعنى الأعم، هي التي تكشف الأشياء والحقائق عند الإنسان، مو الأشياء اللي عند الآخرين. يعني مثلا قد يملك الإنسان علما لكن ما مسلط عليه ضوء أزهري، علم لكنه ليس علما نافعا، ليس علما نافعا لا بذاته بل بسبب الإنسان، يعني على مستوى الفواضل مو على مستوى الفضائل. هو علم لكنه لا ينتفع به الإنسان ولا ينفع به غيره. مثلا عند جاه، ناس تسمعه، ناس تحترمه، يبحث دائما عن المناطق الظلية الدافية اللي بيها ناس تحبه وتصفق له وتقول له حياك الله. أما الخوض في غمرات المجتمع حل المشاكل لا يسلط عليه ضوء الزهراء عليها السلام. عند مال كبير وكثير لا يشرق عليه ضوء الزهراء فيؤدي مؤداه في الحياة بالمعنى الذي ينبغي. عند حتى مركز علمي في أكثر من مورد جامعات أو ما نضرب أمثلة بعد أكثر، الزهراء عليه السلام المعنى الأول هو تسليط ضوء الزهراء على أشيائك التي لم تستخدمها بعد، على أشيائي التي لم أستخدمها بعد. شوف هاي العمامة إذا الناس تحترمها وتقدرها، الزهراء عليه السلام تسلط عليها الضوء حتى شنو؟ حتى تصير مؤثرة في المجتمع. أي شيء في الوجود، هاي الرتبة العسكرية، الناس اللي تتبع ناس، القيادة الدينية، القيادة السياسية أيها الأحبة. الزهراء عليه السلام في خطبة من خطبها ماذا تقول للقوم؟ تقول لهم أين العكيزة التي كانت بأيديكم؟ موجودة بيدنا، وين العكيزة اللي كنتوا تتوكون عليها؟ وينها؟ الجواب موجودة، لا زالت بأيدينا. هي الزهراء عليها السلام ما تسأل عن الشيء اللي موجود بيتهم، تسأل عن من؟ عن ثمرته. مثلا مرات واحد تشوفه مثلا يذهب مع الريح، أي شيء تلقاه بالفيسبوك في مواقع التواصل يروح وياه، شي يقول للإنسان؟ يقول له وين علمك؟ هو أول ما يقول لك أنا خريج، أنا دارس. أنت من تقول له وين علمك؟ شو تريد تقول له؟ تريد تقول له أين أزهرية علمك الذي يجعلني أميز بين شيء وآخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم شنو؟ فرقانا. يعني مو ينطيكم علم، لا، يعطي للعلم شنو؟ فرقان، يعني يعطيكم علما نافعة مخترقة أيها العزيز. يصير الإنسان علم اختراقي أيها الأحبة. خليني أضرب إليك مثال بالزهرة، ما زال إحنا بالزهرة. شوف بالله عينك علي، عينك علي. الزهرة عليها السلام لها وجودان كلاهما مزهران،
لكن وجود أزهري بظل النبي محمد. ووجود أزهري بعد رحيل النبي محمد. هذا الوجود، شوف هذا الوجود وهذا الوجود، هذا وجود ظلي، ظلي يعني وجود تحت دام ظل النبي. تم مرات تقول المرجع دام شنو؟ دام ظله عليمن، عليمن. زين أنت عليمن دام ظلك، أنت عليمن دام ظلك. أنا الآن أقول المرجع أدام الله ظله. زين أنا عندي ظل وما عندي، أين ظلي؟ وين ظلي؟ تدعو لنفسك مرات تقول اللهم أدم ظلي، أنا يعني ما عندي ظل. لا، شلون؟ لازم يكون لك ظل. لا يمكن للإنسان أن يكون لديه مظلة دون أن يكون هو شنو؟ ظلا. واحد هسه ينتجي وشوف، ممكن تلقى صديقك يدعو لك دام الله ظلك بس بلا كلام. مثلا الزوجة، الله يديم ظلك علينا. ممكن ابني، الله يديم ظلك علي. ممكن جارك يشوفك يوميا بهذا اللباس الجميل والبهاء اللطيف والأخلاق الحسنة، ايش يقول؟ اللهم يديم ظله. ممكن يتيم تمر عليه في كل يوم تمسح على رأسه بدون قصد، يقول اللهم أدم ظله، بلسان الحال لا المقال. ممكن جامع، جامع، جامع مهجور بثلاثة، إذا إجوا اثنين يقول الجامع اللهم أدم ظل الثالث، يجي يصلي قبل أن أكون مهجورة. أيها الأعزاء، لابد أن يكون لنا ظلا لبعض الناس، ظلا أيها الأحبة، غير ممكن في هذا الزمان الذي تطور فيه كل شيء ولا زال الإنسان شنو؟ ليس له ظل. وإذا ذكرت له الظل أو ذكرته بالظل يقول لك والله يا سيدنا خلينا على قد الحال. حبيبي، هو قد الحال أن يكون لك ظل، أما أكبر من قد الحال فما يكون لك ظل، لأنه الله كرم الإنسان بالظل. زين، الآن بعدنا بالمثال. الآن هذه الزهراء تحت ظل النبي، هاي الزهراء، استشهد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وأنت من نقول استشهد النبي نقولها، بس من تعيشها الزهراء وتتحسسها وتراها شيء آخر. انتقلت الآن الزهراء من عالم الظلية تحت ظل النبي إلى يا عالم، إلى عالم المظلية اللي صارت ظل لأمة النبي محمد. ظل، ظل، ظل للخائفين، ظل للمرجفين، ظل لمن ليس لهم بصيرة، ظل لمن عميت عليهم الأمور، ظل لمن تداركتهم الأحداث، ظل لمن تأجلوا وعطلوا واستثقلوا، صارت ظل فحشمتهم وحفزتهم وحمستهم وحمزتهم. أيها الأحبة، ما انتقلت من عالم ظل النبي إلى عالم ظل آخر بحيث تقول أنا كنت تحت ظل النبي والآن أحتاج إلى ظل آخر، وتبكي وتشكي وتجلس في الدار دون أن تعمل شيء. ليش أيها الأحبة؟ لأنها سلطت زهرائيتها على ماذا؟ على ماذا؟ على اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. اعلموا، اعلموا أني أسلط الإزهار عليها حتى تشرق فتؤثر. شنو قيمة أن أكون ابن النبي محمد وأنا جالس في البيت والناس تظل يمينا وشمالا؟ كأن تريد تقول لهم أنا بنت النبي. إيه نعم، نعم، أنت بنت النبي، اجلسي في البيت، شم طلعك؟ أنت مو بنت النبي. شوف، تقول لهم اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول صدقا وحقا إلى آخره، كأنها تريد أن تقول لهم أنا أزهرت على انتمائي للنبي، فما جعلته مدعاة للأخذ دون العطاء وللمدح دون العناء
وللجلوس دون النهضة والإعطاء. أنا صرت أعمل لأني صلت. كم أستاذ جامعي مع احترامنا لهم تسمع يومية دكتورة هاي الأزمة اللي صارت، وينهم أساتذة الجامعات؟ فسيقول لي لا رأي لمن لا يطاع. خطأ أن تكون ما لك رأي، خطأ أيها البعيد. بدل ما تقول لي لا رأي لمن لا يطاع، أسألك ليش رأيك ما يطاع؟ ليش نقطمها هاي؟ تسولف ويا الوجي بابا ليش ما تروح للشباب وتسولف؟ والله لا رأي، ليش رأيك ما يطاع؟ لو هاي نغض النظر عنها. تسأل لك وجي تقول له أكو هوسة صايرة بالشطرة بالرفاعي بالغرافة طلعوا للشباب، والله لا رأي لمن لا يطاع. نعم، لأنك كنت في فترة النفاهة بعيد عن الناس، معزول عن الناس، فطبعا ما يسمعونك. إذا أنت لو قاعد لك ما أعرف، يعني أكو بعض الخطوط ما أريد شوية أروح عليه، بس إذا أنت لو ببيتك مالك شغل بالناس، لو بحسينيتك مالك غرض بالشباب، لو ما أدري وين، ووقت الأزمة تريدهم يسمعونك، طبعا ما يسمعونك يا ابن العم. إنما لا حضور له في الرخاء بين الناس لا قبول له في الشدة بينهم. خل نتعلم من هاي الأزمة. كم رأي صار ما مطاع وخسرناه؟ ترى هاي مو آخر أزمة تمر بالعراق، احمل وأخذ أزمات، فخيصير لكم رأي، بس شنو؟ رأي مطاع. فرحان الأستاذ الجامعي والوجيه العشائري، فرحان أن له رأي، بس شنو؟ ما مطاع. أنت مقصر لأن رأيك ما مطاع أيها البعيد. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قال لا رأي لمن لا يطاع، لأن عمل بداية على أن يكون رأيه شنو؟ فصار الصادق الأمين الذي يحوث بين الناس فيقضي حوائجهم قبل أن يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فتح أيديهم قضى حوائجهم نفس كرباتهم. أيها العزيز، قبل الله تقل للناس تعالوا مشونا لالله، خيشوفون الناس الله فيك يا نور عيني. لذلك الزهراء عليه السلام ما استأكلت الناس لأنها بنت النبي، وقالت لهم والله بعد احنا امورنا شو نسوي؟ لا رأي لمن لا يطاع، بعد شو نسوي؟ احنا خلنا نقعد بالبيت. ما قالت هكذا، كانت في ظل النبي معززة مبجلة محترمة مقدرة مقدسة، وخرجت من ظله ثائرة قائلة ناطقة مبينة، كسر ضلعها ولم تقل أجلس في البيت. هذا بلدنا العزيز، هذا بلدنا. صرنا، يؤسفني أن أقول هاي العبارة، صرنا نفتح الفيس نترقب يا مقر احترق، يا بناية انضربت، يا شاب استشهد، يا وجيه انهتك، يا مقدس شتم. كأنه صارت نشرة أخبار يعني لطيفة جميلة حلوة. الله شنو هاي اليوم حارقين مقر الكذائي. طبعا وشبابنا انشر على الفيس، ما يصير. وين ابو ما يصير؟ بالبيت بالديوانية قاعد قولوا متغطى ببطانية. قبل ان تقول ما يصير سولفت لك وي شاب، رحت لك الشاب قعدت وياه، قعدت مو منشورات فيسبوك بابا، السلام عليكم باكر دوام، يلا باكر دوام. شو تسوي انت ابويا؟ شو تسوي؟ بدل ما تنشر بالفيسبوك منشور هاطولة عن الدوام، روح اقعد يمهم واحد بات وياهم ليلتين، تحمل البرد، تحمل التعب، تحمل الناس تحكي عنك وتقول عنك كذا وكذا، حتى يرونك واحدا منهم فيثقون بقولك ويسمعون لكلامك. ما معقولة أيها الأحبة، نحن في زمان الواقع، والأخ البعيد لحد الآن في زمان المواقع. الناس قاعدة على الجسور وسادة الطرقات، وأنا أنشر على الفيس، أروح أقعد يمهم وسولف وياهم وتحدث إلهم وقل لي يا أبويا هيك وهيك،
اليوم الأول ما تقنع، اليوم الثاني ما تقنع، اليوم الثالث ما تقنع، اليوم الرابع تقنع، ومدرسة تنفتح، ثانية تنفتح، ثالثة تنفتح. إحنا لو الناس تسبح بحمدنا وتصفقنا ونطلع، لو الناس تذمنا أبد ما نطلع للمجتمع أبد. أي واحد من الشباب الموجودين بدون استثناء، أقصد الشباب فقط، تتحمل أنت تروح مثلا الشباب غالقي لهم دائرة تسولف وياهم بكل أدب وحنان وجمال ويشمرون عليك كاسة ماي، تتحمل باكر تروح لهم؟ تروح لهم باكر؟ شوف اختبر ذول المتظاهرين اللي كثير من الناس ما عاجبينهم وما خالينهم بدماغهم، ذول أبنائنا، أبنائنا أيها الأحبة، ذول أبنائنا وأعزائنا وأحبابنا. قد يكون أسلوبه غلط، قد يكون تصرفه غلط، قد تكون طريقته غلط، بس هو مو غلط. شلون إحنا نربي مجتمع قادم ونحن نتبرأ من الخطأ لمجرد أن وقع؟ إذا أنا ما أحتضنهم وأنت ما تحتضنهم وذاك ما يروح لهم وهذا ما يجيهم، من يغير أيها الأحبة؟ من الذي ينبه؟ من الذي يفطن؟ من الذي يذكر؟ من الذي يحتضن؟ ثم أنت كبير غير تكون والد، أنت أستاذ جامع غير تكون والد، أنا شيخ عشيرة غير أكون والد، أنا معمم أكون والد. أيها الأحبة، بينك وبين الله الوالد يحتضن لو يمتحن الوالد، غير الوالد يحتضن. أيها العزيز، جيب اثنين ثلاثة أربعة وقنع، خمسة ستة سبعة، تتغير الأمور. أيها الأحبة، ولا يأس في هذا الطريق. مو قرأ واحد من الذين صعدوا على المنصة، قرأ هذا البيت: لا تقل قد ذهبت أيامه، إن من سار على الدرب. شنو يقال أنه للمتنبي هذا البيت؟ لا تقل قد ذهبت أيامه، إن من سار على الدرب. كمل لي. لا توقف. لا تقل قد ذهبت أيامه، إن من سار على الدرب عثر، وقع، تعب، تمرض، شمتوا به، شتموه، سبوه، ضربوه، خالفوه، ابتعدوا عنه، انتظروا يوقع، ثم ماذا؟ ثم شنو؟ ثم وصل. احنا لا ايها الاحب، احنا اساسا نريد قبل تتغير الامور مباشرة. الانسان الحريص ايها الاحب يجمع أكثر مما يوزع، يضم أكثر مما يدفع. أيها الأودة، شئنا أم أبينا، إذا ردنا نصير شنو؟ إذا أردنا أن نسلط الزهراء، ضوء الزهراء على حياتنا وعلمنا ووجاهتنا، لازم هكذا نتصرف. بعد ما عدنا وقت نتحدث عن الأمرين في الليلتين القادمتين إن شاء الله، درس واحد من دروس الزهراء ونعرج على ما مر بها. في يوم من الأيام في شدة مرضها، شدة بلائها، شدة محنتها، قالت: مروا الناس بالاجتماع في المسجد، خلي يجتمعون بالمسجد، فإني خاطبة بهم. هذا الكلام ما يتناسب مع حالها، حالها حال امرأة مريضة كثيرة مرت بها محنة صعيبة. أيها الأحبة، قالوا لها: تريثي، انتظري حتى يذهب عنك المرض شوية، تريثي. قالت لهم: إذا تريثت أنا فمن يبادر؟ لأني أتريث منه ينهض بالأمر. دخلت إلى المسجد، كلكم حافظين هاي الكلمة، أنت، أنتا. أجهش الحضور جميعا بالبكاء. هاي أن على ضياع الأمة، وأن على نكران الفضل، وأن على غربة علي اللي راح يبقى بيها،
وأن لكربلاء ومآسيها وأن لضلوحها المكسرة. أيها الأحب، تعرف شنو يعني أم وبعدها في ريعان شبابها وتسقط جنينها؟ نعرف شنو يعني أنه إنسان مكسر أضلاعه ويحكي مع الناس ويخطب؟ ما الذي يجري؟ يقول إمامنا الصادق عليه السلام: وكانت إذا قامت استندت على الجدار، على الجدار، يعني ما بيها حيل شباب، وصايرت نحيلة كالخيال، واحمرت فص عينها وازرقت وجنتها، وصارت باكية الليل والنهار، والله يا الباب يا الباب يا الباب لبست الحزن طول العمر. اقروا يا شباب. والله يا الباب يا الباب يا الباب ذهيل وما بقى لفكر، ولي الباب يا الباب نشدك وين بحسن وقع، والله يا الباب يا من عصر ويزار يا مرت عليها أيام عصيبة، كانت تخرج إلى قبر والدها تشتكي له: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو ألها صادقة بما تقول صبت على الأيام عدنا ليالي أنا انقمت بويا يصيح ضلعي والله يصيح ضلعي ضلعي وبعدك ما سكن دمعي أقل الروح يا روح دهجعي والله دهجعي دهجعي والله بعدك يا أبو يا راح جمعي ظليت غريبة يا رسول الله. أقولها يا زهراء عندي سؤال ولو يوجع هذا السؤال، ها والله جاوبينا عليه بهاي الليلة ليلة بداية مجالسنا منتصف أسبوعها، أسألك تقولين ظليتي وحدك؟ ها ظليتي وحدك في الدار ولا ألم يأخذك ليلا ونهار؟ بالله عليك كيف حال ابنتك زينب وكيف يمكن أن نصف حالها يا ومن الذي بقي عندها؟ أبيات الدعاء بالله خلونا نمرانا وياكم على ليلة الحادي عشر. هنيئا لمن يتحسس غربة صاحب الزمان،
هنيئا لما يشعر بوحشة صاحب الزمان، هذا الليل هل خيم علي وانا الوحد بالغار. ما اسمع هذا الليل هل خيم علي وانا الوحد بالغا. يقولوا اللي باكر سبيا تشاوين حماي الحمي، لا خيمة ظلت لي ولا خوان ظلا، وحسين ابو اليمة على صدره السحقة، عباس فوق المشرعة واهلي هل راحا، وانا الغريب بكربلاء هاي المسي. بعد قولوا لهم زينب بقيت من غير عبا، تتفرج وتشتم علي وادمها الأرجاء، باشر أطب المجلس وتباوع الناس، ساعة يصيحون العتب بنت الزجي، بويا اللي يلشل والقاع هم وما خلت علي الناس خير، بويا يتيم قام وتتلوذ بيتيم، بويا تدور الذرة وتصيح الظليمة. اللهم من علينا بافتقارنا والتجائنا بفرج عاجل قريب،